فقط فقرة واحدة ستعدل من قانون العفو العام وهي الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية. بالبرنامج الحكومي السيد رئيس الوزراء توعد على أن يعدل الفقرة الرابعة من قانون العفو العام. احنا عندنا بعض الجهات هم فجروا وقاموا بتخريب البنى التحتية للدولة وقاموا مقاتلة القوات العراقية الأمنية، هؤلاء غير مشمولين بالعفو العام، ولكن توجد فئات يبدو أنها لا هي مقاتلة للقوات الأمنية ولا هي مخربة، ولكن يعتقدون وجد اسمها في سجلات التنظيمات الإرهابية. ما هو دورهم؟ هل يعتبرون إرهابيون أم غير إرهابيون؟ وهنالك فئة لا يوجد اسمائهم في سجلات التنظيمات الإرهابية وهم غير مشتركين بقتال القوات العراقية، هؤلاء هم يفترض أن يخرجوا حسب التعديل. ولكن بعض يعني مثلا من ساعد أو دعم التنظيمات الإرهابية يعتبر إرهابي، هذا أكيد يعتبر إرهابي. من وجد اسمه في سجلات داعش إرهابي، إيه هذا سيشمل؟ أنت تتحدث لا ما راح يشمل هذا زين. ولكن توجد فئات هي اسمها ما موجود بتنظيمات الإرهاب ولا مساهمة بمقاتلة القوات الأمريكية، العفو القوات العراقية، ولا مستولية على أموال الدولة. إذن ليش محكوم؟ إذن محكوم. البعض يبرر إيه ليش محكوم؟ على البعض يبرر موقوف. لا محكوم لتهمة محكوم. لتهمة غير مشهودة أنه قام بعمليات إرهابية ولكن غير مشهودة. أكو هيجي ناس محكومين؟ أكيد العمليات الإرهابية في الموصل ليس لا توجد تقنية في ذلك الوقت ولا توجد كاميرات ولا فهي معركة ممكن زيان. أن تلقي القبض على شخص كان في التنظيمات الإرهابية ولكن ليس بالجرم المشهود، يعني ما لزمنا قاتل، لزمنا جالس مع القوات الداعش زين. ونرجع ملفات اسمه ما موجود في داعش ولا هو قاتل مع داعش، ما شفنا قاتل مع داعش، ما هو مصيره هذا؟ هذه الفئة يعني يرغبون في إخراجها، على العلم هذه الفئة ممكن أن تكون مشتركة مع تنظيمات داعش. اي هو احنا نسال وانا اجزم لك هو اللي قاعد مع داعش يعني شنو اللي معركة وقاعد مع تنظيمات داعش شنو مثلا يسوي بس يعني. هو من ترجع على الواقع لا اسمه بالسجل ولا لقينا يقاتل ولا الى اخره، هذه الفئة وهي خطرة جدا طبعا بالتأكيد. وشنو مصيرهم قانونيا؟ هذا قانونيا هم محكومين يريدون اخراج بقانون العفو، العفو على هذا الاساس على هذه الفئة فقط، يريدون اخراج هذه الفئة اللي هي اصلا كانت مع تنظيم داعش ولكن عند إلقاء القبض لم يجدهم في مرحلة القتال ولم يجدهم في مرحلة التخريب ولا توجد اسمهم في سجلات داعش. سؤالي هم ما مدى جلوسهم في هذه التنظيمات؟